فيما يتعلق باحمد الشيخ وامكانيه لحاقه بمباراه الزمالك، احمد الشيخ عنده ايه بالظبط؟ احمد الشيخ عنده حاجه من الاثنين، يعني الاقرب ليهم ان هي هتبقى شوكه عظميه، لكن برضو ممكن تكون التهاب في باطن القدم. الالتهاب ده يعني مخليه شويه مش مستريح، يعني من الاخر مش عارف يلبس الحذاء، يعني يلعب المباريات او يؤدي التدريبات يعني. فبالتالي ايه اللي حصل النهارده؟ احمد الشيخ حريص قوي ان هو يحاول يلحق المباراه بتاعت نادي الزمالك عشان يكون مع الفريق طبعا ومجانب الفريق في ظل الفتره الحاليه المهمه يعني. فراح النادي النهارده رغم ان الفريق اجازه، في بعض اللاعبين بالمناسبه كمان راحوا بيعملوا بعض التدريبات في الجيم، كان منهم احمد الشيخ عشان بيحاول يعمل بعض الجلسات، عمل جلسه النهارده بيحاول يتعافى من الاصابه سريعا، هيكثف الجلسات على مدار الاربع خمس ايام اللي جايين قبل مباراه الزمالك، بكره عنده جلستين برده عشان يحاول ان هو يكون جاهز. النسبه الاكبر انه مش هيبقى جاهز، نسبه تفوق ال80 و90% بالنسبة لأحمد الشيخ، لكن هيكون فيه محاولات.